إن هذا الهجوم الهمجي وبقدر ما نعتبره اعتداء سافرا ضد كل مكونات سوريا، لأنه دعم واضح وصريح لتنظيم داعش الإرهابي. التحالف الدولي شريكنا في مكافحة الإرهاب، والذي خضنا سوية معارك مشرفة لدحر الإرهاب وحققنا انتصارات مشتركة ضده، والذي شارف على إعلان النصر النهائي، يعلم بكل جلاء أن التدخل التركي جاء لإفراغ هذا النصر من مضمونه.